حكومة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس تعتزم تقديم طلب لتمديد اتفاق التمويل الأوروبي لمدة 6 أشهر. مصدر حكومي أكد أن الطلب الجديد سيشمل فقط مسألة التمويل وليس خطة الإنقاذ الكاملة التي تتضمن الإجراءات التقشفية المفروضة على البلاد منذ 2010. في سياق متصل، أعلنت تسيبراس أنه سيرشح المحامي المحافظ ووزير الداخلية السابق بروكوبوس بافالوبولوس لمنصب رئيس الجمهورية في خطوة أيدها حزب الديمقراطية الجديدة المعارضة. وزير الصحة اليوناني يقول: الاختيار يظهر نضج حكومتنا وأن رئيسها يتعامل باحترافية مع شؤون الدولة. ومن المفترض أن تجري في مجلس النواب الأربعاء عملية التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية الجديد الذي سيحل محل الرئيس الحالي كارولوس بابولياس الذي تنتهي ولايته في مارس المقبل. مراسل قناة يورونيوز في اليونان ستاماتيس جيانيسيز يقول: كل الدلائل تشير إلى أن عملية التصويت على منصب الرئاسة شبه محسومة لصالح بافولوبولوس، فائتلاف الأغلبية الحاكم إضافة إلى المعارضة المحافظة ستوفر للرجل أكثر من 180 صوتا المطلوبة لفوزه برئاسة اليونان.